السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، كي داير الاحوال؟ نتوما لاباس عليكم؟ كانش برد؟ كانش حركه؟ كانت غير وحب، بقيتوش قاعد تدخلوا؟ لا لايك لا والو، بالله عليكم وفي كتغبره ما عرفش، حسكم كيخوف. فهمتوا؟ حسكم كيخوف. راه شدني هاد الروح، راني غير العشو بنات، عطينا غير العشو. انا غير في الزعتر، في ليو، في الزنجبيل، القرنفل، القرفة، والتومة، وطبخ وصفي وشرب مع العسل. دقة باطل الى دار بكري. بزاف اللي قال لك عنا البواسير حاجاكم، كاين اللي عنده خارجين وكاين اللي داخلين. وكنت قلت لكم انا واحد الكنينه، غادي نوريكم انا واحد الكنينه، راني درتها هذا سنين وغادي عاود نوريها لكم. هذه دقه برضو انا كنا وروها لي، راني شاري جوج واحد الباكيات باش نصيفطهم للناس. هادو داخلين، يا ربي تلقاوهم في المغرب تما، اولا في الجزائر، اولا في قسم في الدول العربيه، ربما تلقاوه، ربما تلقاوه بحال بحال. وكاين واحد الكريمه ديالو، هذا زوينين. كاين بزاف اللي تقولك راه عندي خارجين، غادي تشدي ثاني كنغشيه العرعر، قشر الرمان، تحرقيهم وتخلطيهم مع زيت الزيتون وديرهم اللي لحب. يعني هذاك الرمان تاعهم تخلطيه وديرهم مع زيت الزيتون وديرهم اللي باش يخدموا مزيان حسن الله. فهمتي؟ زوينين هادو، راه زوينين بزاف. وكنا نديروه بكري وكسميته، لكن كاين اللي عنده داخلين هاد الكنينه تمحيهم نهائيا، ما يزيدوش يديروا بها. راه عطيتها الناس وبزاف، شحال مره وكسميته، شحال مره كيقلبوا الناس، كتقلب الفيديو. راني نديرها في اليوتيوب، في انستغرام، في تيك توك، وراني فتحت الفيسبوك تاني. كل اللي بغى تدخل الفيسبوك تدخل الفيسبوك. فهمتوا؟ بزاف اللي تقول لك ابراهيم الاعشاب مراش نلقاها، راه كاين الرابط تما نتاع الويب ديالي، وتدخلوا بنات اوروبا. انتم الدول العربيه راه عندكم الاعشاب، بصح بنات اوروبا حاصلين. تدخلوا تما تكتبوا السميه ibraisomundo.com، وتدخلوا لجوجل، ساهل، اللي ما عرفتلهاش من اليوتيوب تدخل لجوجل، تنقل السميه وتدخل لجوجل، تدخل ديريكت وتسلم تما اللي بغات. فهمتوا؟ حنايا عندنا كاين اللي عنده البواسير قاتلينه، كاين اللي داخلين كاين خارجين، وكاين اللي يتعدى بكسبته. اولا الحار خاص قد ما تنقص منه، كركم، الكركم، الزنجبيل والحار، ديك الهريسه هذا تنقص منه. ثاني كاين الحلاوه تنقص منه. نتوما غتاكلوا في داك العفن وكسميته، او في التالي تقولوا ابراهيم راه عندنا البواسير. وين تخيتي؟ مكانش اللي قتلكم، بالله خاصكم تنقصوا مع هاد المسائل. الا نتوما غتمشيو تاكلوا في الحار غادي يرجعوا لكم. تاني كل الحلاوه غادي يرجعوا لكم. كلوا ماكله نقيه، الشيح ما تخطاوهوش في الشاي، تعمروا به باش ديروا النعناع، ما ديروش النعناع، ديروا الاقامه ديال اللتان وديروا الشيح. الشيح راه فيه شيميات منفعه، كيداوي القول العصب، كيداوي البرد، كيداوي كلش، المفاصل، الروماتيزم، كيداوي كلش. الشيح راه زوين ما يخطاكمش. فهمتوا؟ هذا ديما ديرو. لكن انايا غادي نوري لكم هاد الكنينه راه زوينه بزاف. كنت تحسبوا هاد الكنينه راه غازي، هاد الكنينه راه زوينه، ويا ربي تلقاوها تما. بنات اوروبا هنا، بنات اسبانيا ولا فرنسا تلقاوها موجوده، كي كاينه هنايا كاينه في فرنسا. اللي كاين هنايا كاين، نوريكم شي كنينه ولا شي بوماده كتلقاوها. فهمتوا؟ او بزاف اللي قالت لك دير لنا الجل، دير لنا الخرقه، دير لنا هادي، غادي نبدل لكم في الخرقه والجل. وكنتو غادي تقولوا براهيم سحار وقتل وعطل كيحفر القبور، يعني كل شي دعوين بلا جمعه في العده. مين تخت بصح حب انسان دار الدنيا بلاك الهداز علينا الان. وزيت تاني القلب ديالي، داير له التباريد، درت له التباريد، قريت عليه الطلسم وطويت عليها الندون ودرته في الثلاجة ليه، يعني باش بقى بعد اللي يبغى يسب ولا اللي يبغى يسحر واللي اللي ما يسحر. فهمتوا؟ مسالي مقطع في الكار التالي. راه عندنا البرد، البرد هنا والجو تبدل، وراه بنادم حاشاك النيفا غايزرو كسميته. انا راه في قبضني، كان قبض البنية وعداتني هي برات، وراه مشات لي من المدرسة. حنايا عندنا هاد الكنينة، هادو انا راني شاريهم ونصيفطهم، غادي نصيفطهم للناس. شتوها؟ كيقول ليها دافلون
وتكون هنا 500 ديال الغرام. غادي نصورها لكم هنا، وهذه راه زوينه راه تبان لكم هنا بالمقله. كيما ندير لها خاصني نقلب الكاميرا باش تبان لكم. هذه تبعيها وحده في الصباح وحده في العشيه كاملين، ما يدوروش فيك ما يدوروش فيك. ترفع لك حتى الروماتيزم والبرد اللي كان ضربو البرد بالوضوء كيسميتها زوينه بزاف. وكاينه هاد الكريمه ثاني كاين دياله بحال داك الشمع اللي كانوا بكري عطاوها لنا، تعقلوا على داك الشمع، هذه ثاني كان راه زوين. هذه كريمه فهمتوا راه زوينه بزاف، وراني انا درتها حتى شحال مع منى كنديرها للناس، راه على الكتل المقديمه وكتنفع كلشي. ولكن خاصكم ديرها، واللي عندها ولادها هنا ولا بناتها ولا العائله ديالها يصيفطوها لها. حاجه وحده، شي مره كيسقسيو الكمينه او لا الكريمه باش تصيفطيها في البريد، هنا عندنا في البريد الا كان فيها لا الكول لا ركول ما يخليكوش تصيفطوها، والا كانت الكمينه فيها لا ركول ما يخليكوش تصيفطوها. انا كنت غادي نصيفط واحد الكريمه هنايا لفرنسا ما كاينش في كراس فرنسا ديال الصدفيه، ولكن ملي مشيت لهم قراوه قال لك فيه الكول وقالوا لي ما نقدروش نصيفطو، فهمتوا؟ باش خاص كل حاجه حتى تسقسيو عليها. هذه الكمينه راه زوينه فعاله وجات نتيجه كبيره، هذه تمحيه لك نهائي اللي يكون معدم مسكين بغا داخليا او لا خارجيا، هذه كتقتله نهائيا ما يبقاش له. راه عاد شدني الكحه، راني الكحه بحال داك الدجاج، شفتو داك الدجاج ملي تكون فيه الكحه يجي يعوق ما يقدر يعوق، يعني نص نص هكاك راني الصدر ديالي تجرح، ضروقيت بالاعشاب، راني يعني غناكل في الاعشاب. هذه راه زوينه بزاف، يا ربي تلقاوها تما، واللي ما عندها صيفط للعائله ديالها ولا كيسميتها وصيفطوها لها. غادي ندور لكم الكاميرا واش تعاقلوا عليها، وغادي نكتبها لكم تما، وديما شوفوا التصاور على حسب الاعشاب وكيسميتها. هذه راه زوينه بزاف، وكان حاجه اللي ما تنفعش لك سمته انا ما نوريها لكش، بصح هذه زوينه بزاف انا ما فياش، بصح هذه زوينه انا ما خاطي الحر، الحر من بعد ما ندورش فيه لا الكركم ولا الزنجبيل ولا كسمته ولا الحار ولا ديك الهريسه ولا كسمته، الحلاوه منقص فيها انا يعني. حتى الشاي كندير فيه العسل، ندير فيه غير شويه. قال لك السكر سيدي نتوما اللي غتشربوا في السكر وكسمته هو اللي كيدير داك الاحتكاك ديال العظم، هو اللي كيقتل العظام ويرش العظام. نتوما غنسكر لي نسكر لك سكر لي نسكر لك الحلا، تكثروا في السكر وفي الملح، يعني مسكرين ومالحين على واحدة ونص كلها عادل الإيمان، فهمتوا؟ السكر نقصوا منه، ديروا العسل وما ديروا السكر، ولا نقصوا السكر. هنايا علاش الصبانيوليين الأوروبيين حنا وكسمتنا ما ياكلوا سكر ما ياكلوا ملح. بقى يهضر معاك بصوت رقيق، حنا خاصك تقردع باش يسمعك خوك ولا اختك ولا عمت، هما يهضروا بحال الدجاج وكتسمعيه ويسمعك، وحنايا لا ما تقطعتيش حاطه تهرد لك واحد الشومبري ما يسمعك ما تسمعيه، فهمتوا؟ لكن باش ما تقولوش كثر علينا غادي نقلب لكم انا الكاميرا وباش تشوفوها مزيان، بعدا نقفل لكم هكا غادي نوريكم الكمينه. عندك وتغلطوا مين تبغيو تشريوها خاصكم تشريوها تكون فيها 500، فهمتوا؟ دافلون هاي خاصها تكون فيها 500. الكريمه هي هذه، غادي يعطيوكو كريمه وحده اخرى لا اللي في صبنيول يديو هاد الكريمه هاي، شفتوها هاد الكريمه ديروها هاي، شفتوها ها هي الكنينه راني قلبها لكم لهنا، فهمتوا؟ خاصكم تكون فيها 500 لان كاينه ديال 200، خاصها تكون فيها 500. راها في المغرب يمكن عندك، والعام اللي فات من درتها يمكن وحده في التعاليق كتبت لي قالت لي ابراهيم راها كاينه عندنا هنا، سقسيو نتوما تصويرها هي ديوها وتشريو بحالها، ويا ربي يشافي جميع المسلمين والمسلمات. هي تاني كنقلبها لكم من لهنايا، شفتوها ها هما جوج، وهادي ديك البوماده بحال داك الشمع اللي كديروها، هادي تهنيكم منها. واللي ما عندهاش مسكينه وكيسميته ادير غير اقشر الرمان والشيح والحرمل والعرعر وتحركهم وتخلصهم مع زيت الزيتون، فهمتوا؟ تزيد عليه واحد النقطه ديال زيت الكبريت راه زوينه، ها هادو راه زوينين. ثاني كاين المسك الاسود، ثاني كاين تسخنوه ديروا داك الحكاكه وتسخنوه واستنجوه به راه زوين.
العفس تاني كاين، العفس اللي عند البواسر تاني كاين، العفس تاني كاين، تاني كاين طيبوه واستنجاوه، والله غير ترطبوه راه يطلق. ها يا ربي شافي جميع المسلمين والمسلمات.